وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر خدمة سكايب السيد هاني سليمان الخبير في العلاقات الدولية. سيد هاني، الآن وكأن الكرة قذفت إلى الملعب المصري، ماذا سوف يكون رد مصر على هذه الدعوة؟ يعني أعتقد أن الرد المصري سيكون رد إيجابي بشكل كبير فيما يتعلق بدعوة مجلس النواب برلمان طبرق على فكرة التدخل المصري. هو يمكن ركز على عدد من العناصر، منها أن مصر عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأيضا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المحتل الغازي وحفظ الأمن القومي المشترك على مصر الليبي. ويمكن دي ورقة مهمة جدا، على اعتبار أن يمكن تركيا والوفاق كانوا يتحدثون طوال الوقت على شرعية التدخل التركي، فالآن هناك شرعية أخرى موجودة من مجلس النواب الليبي الشرعي والممثل لجموع الشعب الليبي. فبالتالي فكرة الشرعية هي عملية يمكن مرنة للغاية، يمكن تطوعها وفق الأهداف السياسية مختلفة. أنا شايف أن مصر هيكون ردها حكيم للغاية، لن يكون هناك انجراف لمواجهة عسكرية. فكرة خطاب الرئيس السيسي في 20 يونيو على اعتبار وضع خط أحمر السرت والجفرة ربما هو يمكن خطوة ذكية للغاية لوضع قواعد جديدة للعلاقات ما بين مصر وليبيا وتركيا دون اشتباك. يعني هو قام بوضع قواعد جديدة دون اشتباك أو حتى وجود مواجهة مباشرة. أعتقد أن يمكن في الأيام القادمة سيكون هناك حذر شديد من كافة الأطراف، ليس الجانب المصري فقط ولكن الجانب التركي أيضا. أعتقد أن يمكن الخطوات ستكون محسوبة بشكل كامل، لأن يمكن هناك عدم رضا كامل من عديد من الدول، منها فرنسا كما جاء في التقرير، وبعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية ومصر بالتأكيد. فبالتالي يمكن الخطوات التركية ستكون تأزيم وتعقيد الموقف أكثر، وستكون هي المسؤولة بشكل مباشر عن أي تطورات في المشهد في الداخل الليبي. ولذلك يمكن مصر تمتلك جيش قوي ومسلح، ويمكن لها مزايا على اعتبار قرب المدى الحدودي وقرب الحدود المصريه. فبالتالي الجيش المصري والقوات المصريه على أهل. سيد هاني، هل برايك فعلا سوف تكون حذره، سوف تكون تركيا حذره في اي خطوات مقبله؟ وما هو شكل موقفها برايك، لا فقط على هذه الدعوه من برلمان طبرق، وانما ايضا على باقي الدعوات الدوليه؟ سمعنا ما جرى في الامس من اجتماع الاتحاد الاوروبي والذي طالب فيه تركيا باحترام حظر الأسلحة، لكن الرد التركي على كل هذا الأمر لم يبدو يعني مطاوعا أو متوازيا معها، وإنما العكس. يعني ردات الفعل القادمة من الوفاق ومن تركيا هي حالة يمكن انتشاء بالانتصارات التي حصلت في الفترة السابقة، وهناك نية على محاولة كما جاء على لسان المتحدث باسم الوفاق والسراج اقتحام كافة المدن المختطفة، على اعتبار أن هناك نية للدخول في سرت والجفرة. هناك يمكن حشد عسكري والإمدادات مفتوحة، على اعتبار أن يمكن هناك نية حقيقية للدخول. لكن أعتقد أن يمكن دي كلها لا تعدو إلا أن تكون فكرة تصعيد، لكن قرار الدخول نفسه أعتقد أنه محتاج مزيد من التفكير ولم يتخذ بعد، على اعتبار أن هناك حسابات من الاتحاد الأوروبي وضغوطه من فرنسا ومن بعض الأطراف الإقليمية وروسيا وغيرها. فبالتالي تركيا ستواجه ليس فقط المواجهه من قواد المشير خليفه حفتر او الموقف المصري اللي يتصدى لاي تدخلات تركيه، لكن المجتمع الدولي نفسه، على اعتبار ان تركيا تقدم نفسها على انها راعيه للسلام وتبحث عن حل سياسي وانها نموذج مختلف، والان هي من تشعل الموقف على الحدود المصريه وفي الداخل الليبي، وطوال الوقت تحدثنا وصداع طوال الوقت عن عمليه سياسيه وحل لجموع الليبيين، والان هي تصعد بالموقف الى طريق ربما يكون مسدود وليس ثمة حل أو محاولة لتدارك الموقف قبل فوات الأوان. نعم، وطبعا هناك ردود فعل واتهامات متبادلة، أيضا تركيا تتهم الأطراف الأخرى بأنها هي من تؤزم الوضع. سوف نكتفي بهذا القدر. سيد هاني سليمان خبير علاقات دولية كنت معي عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك.